إذن من بين مواضيع أهل المدينة هناك جولة في سوق الخضار والفواكه في السليمانية. نرحب بكل مشاهدي ومتابعي برنامج أهل المدينة. حضرنا اليوم في أحد الأسواق الكبيرة لبيع الخضر والفاكهة في مدينة السليمانية. جينا نشوف الأسعار، هل هي انخفضت أم ارتفعت؟ تعالوا ويانا. مرحبا عمو. اهلا وسهلا. اليوم شلون نشوف الاسعار الخضر والفاكهه، هل هي ارتفعت ام شويه غالي؟ دورات اكو، دورات ماكو. شنو السبب؟ والله السبب الفلاحين قليل. بس هو هذا السبب؟ بلي بس هو هذا السبب. بس هو هذا السبب، دورات يجيبون من الايران، دورات يجيبون من سوريا. يعني هذا كله اللي موجود بالسوق حاليا هو مستورد؟ قسم مال سوريا قسم مال الايران. إذا يجي مال سوريا شوية أغلى، مال إيران شوية أرخص. هاي طماطم 750 هنا 1400. الليمون 2000. تيتا بصلنا 1000. خيار 1400 مو؟ والباقي له ب 2000. ب 2000 باقي له ب 1000. شجر ب 1000. باذنجان 1000. والباميه ايش قد سعرها؟ والفلفل العراقي 8000. والفلفل ايش قد سعرها؟ فلفل 1000. نعم. بلي. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا، هلا بيك. نرخص اوزا امره شلت والله اشتي امره توزر شد جرانا اشتي خو من لم فصلايت البيغا برابر اتا بيغا بيتشت اشتي دري ولاتش بكميه انا استاشي مشتغان جرانا ام بان تماتل علو كبا زرد نار ولي رر شلو شلو بازار نار بازار نيشتغان جران بو بازار غشني لغالي. طبعا يقول انه الاسعار مرتفعه بسبب انه الان الخضروات في مدينه السليمانيه هذا الفصل بعد فتره راح تنضج، فلهذا شويه اكو استغراب بالموضوع، فالاسعار قاعد ترتفع والاستيراد ايضا قليل من خارج مدينه السليمانيه. يقول مثلا طماطم اليوم سعرها بالعلوه ب 1000، ايضا هو ب 1000 يبيعها، اين ارخي خيار شونه؟ خيار جربه نفس استاشي خوما خيركه بيجا بلاستيكه لعلو كبا زاد نار اللي رجل شيدو شيدو بها زاد نار بازار غير وسطان اشتاقانا وانا قدان بوا بازار اي رشي وسطانو لعلو غشيش حركي يت بازار رين. طبعا يقول هل قد مرتفع الاسعار، فالمواد جدا يعني غاليه، فلهذا حتى الشغل بالعلوه متوقف الان حاليا. اين اخي بطاطا وبياس؟ بطاطا وبياس جود ليش بين جواب سام بريغا من معاقن برز بو تواني وبازار الشين لا علاقة بتاتا بحوصو بانجا دينارا ليرا شيلو شيلو بازار دينارا بازار الشين بتمان موسومي خو من بيب جاي خوش ما هيش من يا كم اشتغل بس خو من ناقة يعني استيراد إيش سوى سوى استا استيراد توزع خاوي عن كل دوت وين عالم بيا والله. يقول ايضا سعر الطماطم والبصل 1000 دينار بسبب انه الاستيراد متوقف وقليل الان. دس خوزون بعد ما شفنا اسعار الخضروات في مدينه السليمانيه راح نشوف اسعار الفاكهه، هل اختلفت ام مثل ما هي؟ مرحبا. سلام جماعه خير نخي ميوه تونه بيني بس بوته وكم بوت والله مرخي اسام ميوه توسه برسه بواسيه وكا لويس سانه بروكو تاير واد امشت انا كما بيت امي هي مينش كم تر هي له بازاره تازه درجات اي خلق قال لي اكل انا رخا نو والله اشتغل مناسبه الخصم هذا طبعا
يقول انه اسعار الفاكهه مثل ما هي، بما انه فصل ربيع احنا يعني منذ فتره قليله انه جت هاي الفاكهه انطرحت للاسواق، فهي انه سعرها مناسب. وايضا يقول الناس انها ما تدمر من ارتفاع الاسعار. بس تعرفتوا يا انا على اسعار الخضر والفواكه في مدينه السليمانيه، نتمنى انه تكون هذه الاسعار في انخفاض مستمر وليس في ارتفاع، مو بس بالسليمانيه ولكن في جميع المدن العراقيه. انتظرونا بتقرير اخر، في امان الله. شاهدنا هذه الجولة في سوق الخضار في السليمانية، ولاحظنا أنه أكو تباين بين الأسعار من مدينة إلى مدينة ومن منطقة إلى منطقة، لكن المعروف أنه فصل صيف أنه أكثر المواد والخضار أنه أسعارها تقل لأن بسرعة تتلف، لأن الجو حار، فبالتالي أنه صاحب المحل أحسن ما تظل موجودة البضاعة عنده وبالتالي تتلف يبيعها بأسعار مناسبة حتى الناس هم تستفاد من عندها. أكيد، يعني هي المشكلة أنه إحنا أسواقنا ما مستقرة، دائما تتأثر بال الوضع الأمني ووضع الأخبار والطرق، يعني كلها تأثر على السوق، ويعني دائما المبتلى هو المواطن. لا، وبالتالي هي المواد المستوردة من الدول الموجودة يقول لك أنه قابليتها تكون أكثر. صح. وتبقى أكثر بقت أكثر. صح. والمواد الموجودة بالعراق تكون يعني تتلف بسرعة. أي أكيد.